جوزيف دياب، أنت معنا مباشرة عبر سكايب من النرويج. طبعا نحن نفتخر بك ومبروك المرتبة الثانية في بحثك الذي يتعلق طبعا في الداء المعوي التقرحي أو الالتهابي. أخبرنا بداية عن هذا البحث لو سمحت. أول شيء صباح الخير لكم لمتابعينكم. البحث بيتناول مرض اسمه التهاب الكولون التقرحي أو داء كرون، في ناس بتعرفه تحت هذا الاسم. فنحن بالبحث تبعنا هو عبارة عن مرض كتير مزمن، وبيصيب التهاب، بيصيب الكولون أو الجهاز الهضمي لأسباب غير معلومة، ومرض غير قابل للشفاء. فنحن الحل عند بالنسبة للطبيب هو بس إيقاف الالتهاب لأكثر وقت ممكن. البحث تبعنا كان مختص بهدول المرضى. كنا عم نحاول نحن نلاقي مضادات التهاب طبيعية موجودة عند جسم الإنسان قدران يفرزها بمواجهة هذا الالتهاب. المواد اللي نحن عم ندرسها، عم ندرس كتير مواد، بس أهم مواد نحن عم ندرسها هي مواد لها بنية مشابهة للقنب أو للحشيش، المواد المخدرة الموجودة بالحشيش. بس الفكرة المميزة إنه هو الجسم قدران يفرزها بشكل طبيعي، بس نحن كنا عم نشوف المرضى تبعنا هن قدرانين يفرزوها، كيف نحن بنقدر نساعدهم لحتى يرتاحوا شوي من الأعراض. المرض كتير صعب، الأعراض عبارة عن ألم شديد وإسهال مدمع وممكن تترافق مع حرارة، وفعليا ما في شيء بيوقفه أبدا. في أدوية موجودة، بس الأدوية بتلطف شوي حالة المريض، ما بتوصله للشفاء. وبنفس الوقت في واحد من أربع مرضى ما بيستجيبوا للعلاج وبيضطروا يعملوا عمل جراحي. نعم جوزيف، يعني عرضك لبحثك عرفت أنه كان مسرحيا أو يتطلب مهارات مسرحية بعض الشيء. هنا بعض الاستغراب، أخبرنا أكثر عن هذا العرض وكأنه وصل إلى أكبر قدر من المتلقين الأوروبيين. تماما. الفكرة هي مسابقة اسمها مسابقة أفضل باحث بنظمها مجلس البحث النرويجي، وهي قائمة على إذا الباحث قدران يتواصل مع الجمهور، مع أشخاص طبيعيين، وقدران يفسر لهم بحثه ويبسط لهم نتائجه وكيف هو قدران يساعد المجتمع عن طريق البحث تبعه. من شان هيك نعمل مسرح كبير بيجي التلفزيون بيغطي، وبيكون مفتوحة لحوالي 500 شخص ليجوا يحضروا. والفكرة انه هن الاشخاص هن بيصوتونا لحتى نحن نكفي بالمسابقة، وبنفس الوقت في لجنة حكم كمان تعطينا علامة. فيعني مثل ما بعرف، مثل سوبر ستار تبع الباحثين العلميين، لانه في لجنة بتعطينا، في جمهور بيصوت، وعلى هالاساس بنكفي بالمسابقة. نعم. فهو يعني شو عرض مسرحي، فطبعا قائم على قديش انت قدران تتواصل مع العالم، وقديش قدران تبسط معلومات العلمية، وبنفس الوقت العالم رح تعرف أكثر عن المرض، عن البحث العلمي، عن 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 آخر شيء توصل له الطب. فكتير العالم هون تهتم بهيك مواضيع. نعم. وبعد وصولك إلى المرتبة الثانية في هذا البحث، أنت اليوم كأنك تركز في بحثك التالي على الجراثيم في جسم الإنسان، وتقول إن هذه الجراثيم ضرورية أو يجب أن نخلق بعض التوازن فيها في أجسامنا. أخبرنا أكثر عن هذا البحث وعملك الحالي. تماما. هلا المرحلة الثانية احنا عم نشتغل عليها، عم نركز على موضوع البكتيريا الطبيعية الموجودة بالأمعاء. هلا بالنسبة، ما بعرف إذا في كثير ناس بيعرفوا هي المعلومة، بس في بحدود 100 تريليون خلية جرثومية موجودة بالأمعاء تاع جسم الإنسان. يعني بالنهاية نحن بكتيريا أكثر ما نحن بشر، لأنه في عندنا خلايا جرثومية بجسمنا أكثر من ما في خلايا بشرية. يعني الجمهور ممكن يعرفها كفلورا المعوية أو مايكروبيوتا بالإنجليزي. فهي في جزء من هاي الجراثيم هي جراثيم مفيدة، بتعطينا الفيتامينات وبتحمينا جسمنا من الالتهابات، وبنفس الوقت في جراثيم ضارة. وحاليا التوازن بين هالجراثيم المنيحة والجراثيم الضارة كتير عم ياخد أهمية، مو بس بالمرض اللي عم بدرسه، كمان بكتير أمراض متعلقة بالنمط الحياة أو اللايف ستايل اللي احنا عم نعيشه هلا، مثل السمنة أو السكري أو حتى الأمراض السرطانية.
فاكتشفنا الطريقة اللي فيها جراثيم المضرة أو التوازن ما بين الجراثيم المنيحة والجراثيم الضارة ممكن يأثر على العملية الالتهابية عند الكولون. نعم البحث رح ينشر إن شاء الله من هون لآخر السنة. قدمته قبل بالمؤتمر الأوروبي لأبحاث الكولون، وكان في شيء 8000 مشارك من أطباء أوروبا والعالم، فكتير نال اهتمام، وإن شاء الله رح يفتح هذا أمل جديد نحو المرضى لحتى يتعالجوا من كثير أمراض، وممكن نسقطه على كثير أمراض تانية، السكري أو السمنة، أو نعالج مشاكل العصر ما بيقولوا. يعني جوزيف، كأنك في بحثيك تجد أن هناك سببا جوهريا وعضويا لللايف ستايل أو نمط الحياة والدايت أو الأنظمة الغذائية التي نتبعها في أمراض أمعائنا ومعداتنا، صحيح؟ هلا بيقولوا بالشامي، بيقولوا المعدة أصل كل مرض، يعني المعي أصل كل داء. فبالنهاية هذا الشيء ما أنا كثير بعيد عن الواقع، لأنه كل إذا بتطلع على نمط الحياة تبعنا من 20 سنة وجاية اختلف بشكل كثير كبير. يعني خصوصا هلا بناكل فاست فود، وجبات سريعة، أو سوشي، أو نسافر كتير ونتعرض لكتير، نجرب أطعمة جديدة. بنفس الوقت كمية السكر اللي عم ناخدها خلال طعامنا عم تكون كتير عالية، مواد كلها مصنعة، فيها مواد كتير حافظة، فهي كلها عم تخل بالتوازن الموجود بجسمنا. فإذا بنقدر نحن شوي ندرس التأثير المباشر بين الحمية واللايف ستايل اللي احنا عم نعيشه هلأ والأمراض اللي عم تصيبنا، ممكن كتير نساعد بفهم أمراض عم نسمع فيها هلأ لأول مرة، مثل التهاب الكولون التقرحي، مثل بعض أنواع السرطانات، أو حتى مثل أنواع التحسسات اللي هلأ عم نسمع فيها، مثل الجلوتين أو الداء السيالي أو كل دول الأمراض. نعم. طيب سؤالنا الأخير، طبعا أنت سوري ولديك إجازة من جامعة دمشق في الكيمياء الحيوية، كما أن لديك ماستر في صيدلة. الكيمياء التحليلية من برشلونة، لما اخترت النرويج وكيف تحتضن إبداعاتك أيها العالم السوري هذه الدولة الأوروبية، كيف تحتضنك؟ هلا اول شيء انا معي شهاده صيدله من جامعه دمشق، وماجستير بالكيمياء الحيويه والتشخيص المخبري من جامعه دمشق، ومعي ماجستير ثاني من برشلونه والنرويج. اخترت النرويج لانه لما كنت عم شوف وين خرج تابع بحثي، اللي كنت عم شوف الظروف الحياه وش بسموها الورك اند لايف بالانس، التوازن بين الحياه والعمل، والنرويج كانت كتير مغرية لحتى اجي لهون. في ميزانية هائلة للبحث العلمي، بنفس الوقت في تقبل للأجانب لحتى يجوا يعيشوا هون. فمشان هيك يعني صفيت بالنهاية عايش بمدينة 400 كيلومتر شمال الدائرة القطبية. يعني البحث بلشت فيه أنا بسوريا، ولما كنت عم دور على فرص دكتوراه لقيت انه بالجامعه هون مهتمين بهذا البحث، مهتمين بهدول المرضى، في عنا مرضى كثير، نسب كثير عاليه من هاي المرضى هون، فصفيت هون. نعم. حياه غريبه مختلفه شوي اكيد عن الحياه بسوريا، بس بنفس الوقت في نوع ما من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي بيخليك تركز شوي على الابحاث تبعك. نعم. إذن الباحث في الكيمياء الحيوية الشاب السوري جوزيف دياب، كنت معنا مباشرة من النرويج، شكرا لك. ميرسي كتير.